السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. هل الأفضل الأولاد يدخلوا مدرسة عربي ولا مدرسة لغات؟ والله الأفضل أنا أظن من وجهة نظري الأقرب إلى الله أن تدخلهم مدرسة فيها لغة العرب، ولست بمستنكر تعليمهم لغة العجم، ولكن الأولى اللغة العربية التي بها نفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.